السلام عليكم، اليوم سأكشف لكم ما يعرفه أخ النوش وكأنه يتحدث بنفسه. عزيز أخ النوش هو سبب ما سمي البلوكاج في واحد المرحلة. أما ولا بده من تكلموا على المرحلة هذه هي أضحك محمد، أضحك عبد الله، أضحك يا لعن، أضحك. هناك عدة أسئلة بخصوص مقاطعة شركة إفريقيا وسنترال وسيدي علي، سنجيب على أهم التساؤلات، خصوصا من يقولون أن هذه الحملة قد تضر بالاقتصاد الوطني، هل هذا صحيح؟ سنبدأ الإجابة بسؤال آخر، نعم سنجيبكم بسؤال، ألم تتساءل في يوم من الأيام لماذا توجد محطة إفريقيا دائما في أماكن استراتيجية؟ فتوري الموالي، أربعة ديال المتبرين. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الباحة ديال الزراعة. بحث الاستراحة وخصوصا على طريق السيار وفي مداخل المدن في أماكن يستحيل أن يحصل عليها أي شركة أخرى، يا ترى لماذا؟ أيضا هيمنت شركة دانون على سوق الحليب ومشتقاته وكل ذلك. الجواب ببساطة، لأن هنا نرى امتزاج السلطة مع المال مع التجارة، هو رجل قريب من الحاكم لذلك فشركته تقدم لها تسهيلات، وعندما تقدم لها تسهيلات تنتهي المنافسة، المنافسة والتي هي يجب أن تكون والتي هي أصلا يستفيد منها المواطن. بهذه الطريقة يقتلون المنافسة ويشجعون الاحتكار وبالتالي المواطن من يدفع من جيبه. وهنا يأتي الجواب، هل مقاطعة تلك المنتوجات ستضر بالاقتصاد الوطني؟ على الإطلاق، هؤلاء هم من يضرون بالاقتصاد الوطني لأنهم يشجعون الاحتكار ويقضون على المنافسة. إذن عندما سنستهدف نحن هؤلاء سنخلق المنافسة، وعندما سنخلق المنافسة سيتعافى الاقتصاد المغربي، وأيضا الأثمنة سوف تنزل وسيستطيع المواطن المغربي شراء الكثير من الأشياء، لأن المنافسة كما هو معلوم هي سبب قوة أي اقتصاد، وهي سبب كذلك في أن المواطن يعيش حياة رخيصة. أي دولة تشجع الاحتكار وتحارب المنافسة هي دولة تحارب اقتصاد هذه الدولة وتحارب تقدم كذلك هذه الدولة، لا يهمهم سوى جيوبهم. أما نحن بهذه الطريقة فسوف نعيد المنافسة إلى الواجهة، يجب أن تكبر تلك الشركات الصغيرة وتصبح منافس شرس لهم. لذلك فإن المقاطعة لن تكون لشهر واحد فقط، بل سنضع قائمة سوداء للمنتجات التي تعود لشخصيات في الدولة تريد القضاء على المنافسة وتريد تدمير جيب المواطن واقتصاد البلد. نعم للمنافسة، قاطعوهم. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.